تسويقه جيد، يقدم الدجاج بالعظم أو بغير عظم، يمكنك أن تأكله بصوصات متعددة. إنه رائع جدا صراحة، فتاك من النهاية والله. والله ما أدري شو أقول، والله ما ليش. اليوم أتينا أنا وأصدقائي إلى بافلو وينجز عن كان الطاقم متعامل معنا بعناية و من النظافة والطعم الجيد والسعر المعقول، وأوصي به جميع من يشاهد هذا الفيديو. الصراحة أنه تجربة رائعة جدا، أحب أن أشاركها أسبوعيا.